በዚህ ፕሮግራም እስላማዊ ትዳር ስለ ወላጆችና ስለ ሴቶች የሚያጠነጥኑ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ሴቶችና ለጋብቻ ያለው እይታ። ጋብቻ በእስላም እይታ የነፍስ ማረፊያ፣ የቀልብ መርጊያና መርኪያ፣ የህሊና መረጋጊያ ነው። ሁለቱ ጾታዎች በፍቅር በመተዛዘንና በመተባበር በመቻቻልና በመመካከር የሚኖሩበት ተቋም ነው። በእንዲህ አይነቱ ሰላማዊና የተረጋጋ ተቋም እስላማዊ ቤተሰብ ይመሰረታል። ደስተኛና ጤነኛ ልጆች ይፈልቃሉ። ቁርአን የሁለቱን ጾታዎች ዘላለማዊና ተፈጥሯዊ ግንኙነት አንጸባራቂ በሆነ አቋም ገልጾታል። የፍቅርና የመረጋጋት፣ የመተዛዘንና የመተሳሰብ እንዲሁም የመረዳዳት ድባብ ሊያሰፍን በሚችል መልኩ አብራርቶታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ እንደዚህ ይላል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كراساتكم يونتشن تتاماري تركبات زند مفتارو بمكاكلاتكم فكرن النام تزازن مرقو كتامراتونو. በዚህ ውስጥ ለሚያስተነትኑ ሰዎች ተአምራት አለ። ሱራ ሩም 21ኛው አያ። ጋብቻ የነፍስ ለነፍስ ተሰሰር ነው። ጠንካራ የግንኙነት ገመድ ነው። አላህ ሁለቱን ነፍሶች እንዲረጋጉና እንዲሰክኑ በፍቅር በተሞላ ቤት ውስጥ በጋራ እንዲኖሩ አስተሳስሯቸዋል። ለአንድ ሙስሊም ጥሩ ሚስት በህይወት ውስጥ ዋነኛ መደሰቻው መርኪያውና መርጊያው ነች። አላህ ከሰጠው ጸጋዎች ሁሉ በላጯ ናት። ከህይወቱ ጣውረድ ወደርሷ አረፍ ይላል። ከየትኛውም ነገር በላይ ከርሷ ዘንድ መረጋጋትን ፍቅርንና ዝነትን ያገኛል። ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ይቻለም መጣቀሚያ ነች። ትልቁ መጣቀሚያና መደሰቻ ግን መልካም ሚስት ናት። ሙስሊም ዘግበውታል። ኢስላም ለጋብቻ ያለው እይታ እንዲህ አንጸባራቂ ነው። ለሴቶችም ያለው እይታ እንዲህ የመጠቃ ነው። ቀጣዩን በሚቀጥለው ፕሮግራም ኢንሻአላህ የምናቀርበው ይሆናል። للهدى رائد وبالإسلام أوصاني
إخوتي هيا أناديكم إلى العليا أعيد المستوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد عند سبع الفطور إسلام بمت أب الزمان كفيل يسولوك جيسيت اللي جسبع الفطرونات برقت أنينات هيك أبلو من أبر إلوك راكمو بيان سيد أرد روتال عندان روتو سبع الفطرونات هم بيك أبلو وان روتو لما قلقلن لتفت أرد شهر قوي قد روتال إسلام مسكان هيك بونا سيدن كأن دي هاي نتو استساسر نزع ودع سبع الفطرونات هاناز أنا حالا في النتواني مشيكم يتت إياك إنتنا بسروام جنتن يمكونا سببك أثندا الله تارقا قد أم يتت أبارد سبع الفطرون دهونة شما وجه لك كون دقار كل يسبع المفتوج تغالي درقات ولدتم يأندق اندق رنج أفوشنا تشونا عند ماما تشونا تشونا يأندا باتنا يأند نات لجوج يحوانا يعدم كفايوج بأفت أدارك كلنا تشو بحالا في النت الناتت أيهيك النت كلنا تشو بمن دار نافذ أميم كلنا تشو قرآن هن بماس ملكة سنناكر انتيلال إنان تساوج هوي يعني كان ديث نفسي فتقراتشون كارسوام تهت أماريواننا كارنن يخولتو بركاتاون دوچنا سيتوچون يهبزاون كيتاتشون فرو يعني بأرسو يقارا مبتوچاتشون يمتت أيهيك وبتن اللهم فرو سندنا نم كما قرأت تتنققو الله نان تنزوتر تتأبابك إنونا النساء أنكز أند بمهون ميساولو جوج باتك آلاي سيدو جنم مون دو جنم عملا كاتشو يكت راتشو كأندي تنفسنو إجم نفس مولو إنتن تكونا تسفزند تتأماري وانا در رقلات يهنن بريلان كسي قلس اندي لنال أرسويا كأندي تنفسي فت راتشو كرسوام تتأماري وان يركابات زندي فت راملاكنو على عرف عنك اسمت سماني ستن كزيج عند بيت سوست بركات تون دوچن الناسي دوچن اسكنية هلو مي عملاك فتروچنا اتشو يعند اباتنا يعند اثنى تلجوچنا اتشو انام بوهن دماما اتشن التساس روال يهن بمهنو عنك اسوا يسو لجوچ عملاك اتشون اندي فرو يزم دنا تسرا اتشونو من دي تأبق وعززج يعن بأرسو يكهرا مفتوچا اتشون يمتت ايق وبتن الله انفرو زمدنا نم كما قرأت تتنققو النساء أنكس أند رسول عليه الصلاة والسلام أنتي بلوال سيدو جون دوج أهدو جنا جو بلوال بملكو تاوي تأزازو بعملكو جنا بهمانو تاوي أجن دوج سيدو لج كوند أكول مهونان قرآن سيستمر أنتي لنال مسلمون دوج مسلم سيدو ج أمان وندوج نا أمان سيدو ج تازاج وندوج نا تازاج سيدو ج እውነተኛ ወንዶችና እውነተኛ ሴቶች ታጋሽ ወንዶችና ታጋሽ ሴቶች አላህን ፈሪ ወንዶችና አላህን ፈሪ ሴቶች መጽዋች ወንዶችና መጽዋች ሴቶች ጿሚ ወንዶችና ጿሚ ሴቶች ብልቶቻቸውን ከዝሙት ጠባቂ ወንዶችና ሴቶች አላህን በብዛት የሚያወሱ ወንዶችና ሴቶች አላህ ምህረትንና ታላቅ ምንዳን አዘጋጅቶላችኋል አልአህዛብ አንቀጽ 35 በሃይማኖታዊና ማህበራዊ ኃላፊነቶች ቁርአን ሁለቱንም ጾታዎች እኩል ያደርጋል። የወንድና የሴት አማኞች ከፊሉ የከፊሉ ረዳት ናቸው። በመልካም ያዛሉ ከክፉ ይከለክላሉ። ሰላትንም ደንቡን አሟልተው ይሰግዳሉ። ዘካንም ይሰጣሉ። አላህና መልእክተኛውንም ይታዘዛሉ። ለእነርሱ አላህ ያዝንላቸዋል። አተውባ አንቀጽ 71 شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا أعيد المستوى النحيا نسد في ظل قرآن